بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي مشاهدي قناة الفرات الفضائية ورحمة الله وبركاته. نحن نلتقيكم حلقة جديدة من برنامجنا الخيمة، هذا البرنامج اللي يعنى بشؤون العشائر، عشائرنا الوفية للغيرة الحمية الطيبة من الشمال إلى الجنوب. وشاهدت حلقاتنا سواء كانت الميدانية اللي رحنا بها إلى مضايف إخواننا اللي موجودين في الجنوب، أو اللي بالاستديو استديو النجف الأشرف في مكتب الفرات الأوسط. جزاهم الله خير الجزاء، جزء تعبناهم هاي المدة، لكن إن شاء الله في سجل أعمالهم إن شاء الله. حلقاتنا مستمرة مع شيوخنا الأفاضل اللي لبوا نداء المرجعية، ولولا العشائر لما استطعنا أن نرد هذا العدو الغاشم داعش ومن لفة لفة، وكذلك عشائرنا الوفية اللي مساندة للدولة والقانون والعراق مثل ما يعرف السيد المشاهد والعالم يعرف بأنه هو مجتمع تحدى ثلاث، يعني قيم هي العشائر والشريعة الإسلامية والقانون، اللي القانون الوضع اللي توضع الدولة. اليوم أنا ضيوفي أعزاء أيضا نرحب بهم، وإحنا وياكم نرحب بالسيد وارد الياسري، كل أهلا بيك، الله يحفظك ابو حسن وجهاء الله الياسر يرضى عنك الله والمحافظة يحفظك الديوانية، كل أهلا بيك. الله يبارك بك ابو حسن شرفتونا، انت الشرف الله يبارك بك ومساك الله بالخير والعافية. الله بالخير والعافية. وضيفي التالي هو الشيخ زاهد صميدع الزيادي، كل أهلا بيك. الله يحفظك، اهلا ابو حسن يعني سلمك حفظك. الله يحفظك، كل أهلا بيك شرفتونا. شكرا، الله يحفظك، الله انت يبارك شرف. بيك، الله يحفظك. نعم اعزائي المشاهدين، مستمرون وياكم برنامجنا الخيمة. طبعا احنا رحنا لمحافظات الجنوب وشفتوا حلقاتنا اللي بالبصرة بالعمارة، زرنا اخواننا. طبعا الطريق والمسافه قلنا نروح لهم، وان شاء الله راح تكون ايضا الحلقات يعني ميدانيه وحلقات بالاستديو على طول السنه ان شاء الله في برنامجنا الخيمه. كل اهلا بيك سيدنا. الله يحفظك ابو حسين، حياك الله، الله يطول عمرك. منك ونعم منك، الله يبارك فيك. لا بالعكس، لا والله تعبكم راح، الله يحفظك. سيدنا السيد يعني بالمشي واجب ان تشوف سيد موجود في المشيات اللي قاعد نشوفها لحل مشاكل الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حقيقة أنا أحب أوجه شكري واعتزازي إلى قناتكم، قناة الاعتدال، قناة الفرات الفضائية، وإلى كادرها ومصورينها. الحقيقة إذا من بغداد إلى وجودكم هنا في محافظة النجف، حقيقة النجف هي تعتبر يعني محافظة أب أو أم، يعني تشمل المحافظات العراقية وحتى العالم الإسلامي. فاللي تحدثت به على مستوى المشات أنه السادة آل ياسر وجميع السادة هم متصدين لهذه، لأنه القرآن والسنة لن يفترقا، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله قال: إني تركت فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فالعترة احنا نعتقد انه السادة هم الامتداد الطبيعي الى رسول الله والى علي بن ابي طالب. وبالتالي المشي، انا ابو حسن قبل شوية احنا نتحدث قال اذا عندي مشية وماكو كانوا موجودين من سادتنا، اذا عندي طفل من اطفال السادة اخليه قدامي واطلع للمشي، والسادة هم ديدنهم اصلاح ذات البين، واحنا مجندين انفسنا وطاقاتنا وبيوتنا ومضايفنا الى هذه القضايا. لا هو السيد يعني سيدنا العزيز، هسه مثلا انا عندي مشيه او الشيخ ايضا، نعم، من يجي يعني بدون سيد يستقبلون العشائر؟ اذا يجي بدون سيد ما عنده سيد يعني يجي. انا العفو، شكرا. كل هلا بك عمي، شلونك؟ عاشت ايدك. للشيخ للشيخ. ايه على مستوى السيدية، أعتقد أنا في اليوم أكو رواية رواها إلي أحد شيوخنا ومشايخنا بالفرات الأوسط. حقيقة كان الوقت يعني بزيارة الأربعين، وكان السادة تدري على المستوى العام منهم لو صاحب موكب لو رايح زائر للإمام حسين عليه السلام، إيه؟ فيعني لازم تكون مشية ولازم يكون هناك سيد. فهو احتار يعني، خابر السادة ما لقاهم موجودين، ما موجودين لو بالموكب لو واحد. ايه فهو اجى يطرق بالبيوت، وصل الى احد بيوتات السادة، طلع على طفل. ايه طبعا هذا السيد انا اعتقد هو من اسرتنا يعني. فقال احنا عندنا مشية وانا ما اقدر اروح للناس ذولا اذا ما عندي سيد، تعال بس امشي قدامنا. هم السيد هو يعني متعب، شاب يعني، مو بس شاب، دون الشباب يعني، صبي. اخذ قال لهم يا الفلان ترى انا ما حصلت سيد، جبت لكم هذا ابن رسول الله. ليش؟ اولا الساده لهم
جاهية عند رسول الله كبيرة باعتبارهم امتداء طبيعي رسول الله، وألف عين لجل عينهم تكرم تقدرهم ووجودهم يعني تنطفئ الفتن ويصير يعني أكو فر التسهيل بالعملية، والناس يعني تقدس سادتهم. يعني إحنا اليوم نعتبر أنفسنا دليلين عند أخواننا. أحسن سيدنا. أي والله. شيخنا أيضا إذا جتك مثلا واحد مشي بدون سيد تستقبله؟ أولا أبو حسني نشكركم على هذا اللقاء حاجة. وحقيقة نشكر الكادر والسيد اللي تفضل بي وأنت جنابك المحترم الله يديمك. وحقيقة أنا دائما متابع هذا البرنامج، هذا البرنامج يعني أوعى هواية ناس، برنامج راقي وبرنامج بيه أبعاد هواية للمجتمع. الله وأنا أشكرك. سؤالك شنو هو؟ أنا كنت أنا أقول يعني السيد الآن أنت جاينك باعتبار مضيفك ناس خدمتك، إذا ما موجود سيد تصير عراقيل بالموضوع؟ والله أنا بالنسبة للمشية مشياتنا العراقية السيد بالمشية مثل الزاد والملح. الله. ملح الحديث السيد. وسادتنا أعزائنا يعني من بدون الحديث المقابل يشيلون كل الغيظ. صح. بين الطرف الثاني. شوف هسه أنت أكو طبع المشيات وأنت سيد العارفين أبو حسنين. تشوف اكو ناس متخاصمة بس من تطب المشية من يطلعون يسالمون هم مبدئيا من دخلوا على المشية شوف الوجوه مو وجوه ثقيلة ثقيلة بس من يبدأ حديث السيد ويبدي بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد يشيل هذا الغيظ يشيل الغثة وتشوفه بالنتيجة من يبدأ حديث السيد تنتهي بالنتيجة المشية تطلعون متصالحين ومتحاببين أحسنت ومتراضين فوجود السيد واجب واجب وجزاه الله خير. السادة قاعد يطفون مشاكل وقاعد يحلون محل القانون يعني إذا كان ما توصل إلى القانون تلقى السيد يدخل بالمسألة ويحلها. هلا أبو ثامر حياك الله. يا الله شونك؟ سلام عليكم. هلا أبو ثامر عليك شون الصحة؟ شون صحتك؟ وحسنين شونك؟ والسيد الياسري وابن عم زياد والنعم وين اليوم؟ شو ما شفتك ما. والله يا أخوي هاي الدنيا ما تخلي واحد يقعد فرع شوف أكو مواقف تقول لي وين كنت؟ أكو مناسبة والمناسبة تجمع عشائري بيها أشراف وبيها سادات وبيها مشايخ وبيها جلب انتباه شعراء شعراء الهزوج المهاوين نطلق عليهم ايه والنعم الجنوب والعراق كله بشكل عام تحياتنا لهم حياك الله. اكو موازين جاي تقتل انا استغل وجودك وجود هاي الاشراف الموجودين كلك شاهد نطرح هذا الموضوع نريد نناقش نريد نشوف انهما لا قيمة له يرفع وذات القيمة والاصل اذا ما وراء مادة ما يرفع ما يذكر. فاني اقول يعني الاصالة والثاية والانتماء والتاريخ ما يجي بالهين يحدد الشعر؟ لا اطلاقا انا يعني الشعراء لو كان وعيهم عالي جدا مع احترامه لهم اذا كان يحطون آل البيت امام عينهم في كل مناسبه صحيح ما امدح فلان وعلان وكذا لا 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 محمد وآل محمد حتى اكون متجرد عن كل شيء صحيح لانه ان مدحت علي بن ابي طالب تقول عنه شجاع نعم كريم نعم مؤمن نعم عادل نعم أحسنت. فماكو صفة تقولها إذا ما هو يحتويها الإمام عليه السلام أحسنت. أما تجي للي يمتلك الدينار ها والحاط له موضوع معين باله أنه يحوى من خلاله وترفع إلى شأن مو شأنه أصيل مو شأنه وأنه بتورطة أنت هذا أنه بتورطة ورطة ويا الوادم مو تورطة ويروحة أكو ناس ما تعرفه أنت قاعد اسم ذاكر التاريخ أنه أكو مهوال ايه اسمع عباس الفتلاوي هذا الرجل في يوم من الايام قالوا له سن على فلان فلان ما يمتلك من الاصاله شيء ولا بنجوات هسه من تقولها الزياد بيهم من السماوه والطب للغماس وتجي لهنا ثوايه يقولها الياسر ثواياهم مافحه الجنوب والفرات جنوب والفرات بغداد الغربيه كلها بشكل عام فقال لهم يا باني هذا ما يخالف بس اهوس على روحي ايش عجبتكم ايه اهوس له ما عجبتكم ما اهوس له هذا رجل حكيم هذا حكيم يقول اذا خلصوا رجال الجود والتقليد شعرك بعد يا عباس بيش يفيد بيش يفيد
تظل مثل اللي بيع مهاب بجويريد. آه أبو بعز البرد ما حد يشتري فيه. تظل مثل اللي بيع مهاب بجويريد. الموت أحسن لك شعرك من يشريه. الله الله. إن وجدت السوق البيل إجاويد أشباه السيد الجليل وبو حسنين وهذا الزياد الله يحفظك المعدل تلقى بي أكل القيم تواجد أكل. فأنا أترك هذا الموضوع. أحسنت. وتناوله. موضوع لأنه مهم. تعبون أخوي. موضوع مهم. موضوع تعبون. موضوع مهم. موضوع مهم. قبل أتكلم بالموضوع هي القصة واضحة اللي حكاها أبو ثامر. أنا عندي برنامج اسمه برنامج ميدان العباس صلوات الله وسلامه عليه. الكل متابعته العراق العالم. فأنا بهذا البرنامج حاولنا أو حاولت بأن أجمع أكبر عدد ممكن من المهاويل حتى كانت حلقة من حلقاته موجودة عندنا موجودة بغماس يمي وحلقة بالشنافية أيضا حلقتين واحدة بالشنافية واحدة بغماس فإحنا حاولنا بأن نجمع هؤلاء الناس الحسينيين الشعراء أو المهاويل نجمعهم بهذا المكان خليهم يقرون لي أبو الفضل العباس وهو القيمة العليا الكبيرة اللي يعتز بها الإنسان أعلى قيمة والحسين صلوات الله وسلامه عليه يقول له اركب بنفسي أنت يعني الحسين يقول له اركب بنفسي يعني. فاحنا من نقرا على ابو فاضل كل احنا شرف والله العظيم وعزه مجرد شرف. بس نوقف بهذا بس اكو مرات يا سيدنا يا شيخنا العزيز مرات اكو يصير تجمع هذا التجمع علم مثل المي من واحد بلا سليه يطلع له مره يطلع له شرج مره يطلع له شو اسمه مره يطلع له لا قطان فانت تهوس على كل العالم يا مهواننا وقاعد تعطي قيمه للناس اللي ما لهم قيمه مع احترامات الباقين انا اروح لابن الثايه اروح للشيخ الاصيل للانسان المعدل حتى هذا ارفع من شانه حتى يقضي حوائج الناس مو اخلي حوائج الناس مخربطه عند ناس ما تعرف تحكي وتحلها اكيد تقول سيدنا والله خالي المتحدث قبل شويه قال انا اتخطر انه قضيه للامام صادق عليه السلام قال لاصحابه والكلام هو كلام اهل البيت حجه هو اعتقد انه ما يقال بفترات معينه صح هو دائم الى يومنا دائم هذا ويستمر قال تحدثوا علينا بما يليق بنا قولوا اخلاق قولوا كرم قولوا سماحه قولوا فصاحه ولا تتحدثوا علينا بما يليق بنا اعتقد اليوم يعني وانا مع احتراماتي لشعرائنا بس اكو انفار من عندهم متعدده انهم خرجوا عن السياق المتعارف عليه صح انا يعني اتخطر انه كانوا اهلنا من يجلسون بمضايفهم يستدلون بالهوسه صح احنا اصحاب ثوره واحنا اصحاب عزم انت تدري يعني من يصير اكو فرد موضوع معين يعني العراقيين عراقيين اهل ثورات يعني يجون يعني من عزم هذا الثوار انه يكون بيناتهم هوال لا زالت ولا قاطعك سيدنا لا زال الطوب اصلب اي لو مقواري لو مقواري ردفالتنا احتازيناها ردفالتنا احتازيناها اكو واحد ما يتذكرها احنا ذني. نتخطر انه في شرناها وعيت باهيزة. باهيزه نعم ثوره العشرين كانت ثلاث يعني تعرف الاعلام صح المؤن على ثلاث الاولى السلاح والثانية المواد الغذائية وما شابه ذلك والثالثة الإعلام نعم. الإعلام كان متمثل بالإهزوجة ماكو كانت فضائية ما تكون في الموال هو كان فضائية الثوار يعني كثير من الحالات حدثت على مستوى الأجانب يعني من غزونا البريطانيين والعثمانيين كانت أهازيج عندنا أهلنا في ثورة العشرين موجودة ولحد الآن قائمة اليوم حقيقة أنا من خلال منبركم أوجه يعني خطاب الى يعني هم نفسهم دول الشعراء ان يكون منصفين الانصاف هو ان تتحدث باللائق يعني صح. كل شيء بمغالاه يطلع من الطريق هذا شيء دخيل علينا واحنا كساده ما نقبل ان تكون يعني شيوخنا وعشائرنا انه يتحدثون عليهم باشياء هم ما موجوده عندهم يعني المغالاه اشياء يعني حتى بها شيء يعني اشكال شرعي صح يعني المغالاه انا اتوقع انه هذا القضيه الى استمرنا بها راح تصير عبارة عن يعني تجارة نعم أنا أعتقد أن موضوع تجارة ليس يعني أنه يعطون الناس كل ذي حق حقه وهذا الموضوع احنا كسادة وكشيوخ يعني مستطرقين له في مجالسنا وأعتقد هو عندنا العراق عامر سيدنا العراق عامر بناس شخصيات عظيمة كبيرة عندنا ناس شواهد شيوخنا العشائر من الشمال للجنوب تلقى بالسماوة تلقى البصرة بالعمارة بالناصرية بالديوانية بالكوت كربلة بالنجف بديالة بالأنبار بكل مكان تلقى ثوايا هواي لأن احنا يعني اسم ماكو واحد يعني الشيخ عشيرة جهنا
أو قبيلة، وقلنا له سألنا إذا ما يطلع يعني هو نسبة نجد الحجاز اليمن، يعني إحنا أصل العرب، فلذلك أكو شخصيات اللي جاي متلبس بغير ثوب ربما هذا يريد يصعد بالمهوان من يقرأ له ويحكي له، هاي تتداول بالسوشيال ميديا، تتداول بالفيسبوك وذني وتاخذ الوادم حتى يخرب شغلات الوادم، مو ذاك مثل ذاك من الثاني اللي يعرف له. احنا ناخذ فاصل حتى نتواصل وياكم الساده المشاهدين، اعزائي المشاهدين فاصل قصير اجيكم. مضيف اهلي ستر للجاي عن نايل الرايد يجي له ويعتني له ويظل طعم الضيافه بطارف شفاه، لو عدنا يجي ويبات ليل غريب ولو تعنى بيوم مظلوم نلم جفوف للطايح نشيله، تعلمنا الغريب نحطه بالعين مثل حيدر علي لو ضم دخيله، وتعلمنا اليتيم نحطه بالروح ما عدنا لكن نترس شليله، عراقيين احنا ومثل الحسين ننطه هواي وصيح قليله. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين وبرنامجنا الخيمه مع ضيوفي الاعزاء من محافظه الديوانيه، نقلهم كل اهلا بكم، مساكم الله بالخير والعافيه. قبل الفاصل سولف السيد عن هذا الموضوع، انتقل ايضا للشيخ زاهد. شيخنا نفس السؤال، اكو بعض منهم حتى المهاويل ياجج فتنه، يعني هاي يقرون مع احتراماتي الباقين كلهم، يروح لهاي العشيره يقرا لها يخليها تشيل سلاحها، يروح ذيك يخليها يشيل سلاحها ويتراهمون بيناتهم يتكاتلون. مفهوم. نعم. هو حسنيا يعني في تاريخ اهلنا واللي سمعناه من شيابنا واللي عرفناه، الهوسه احيانا تصير ستر واحيانا تصير شر. صح. بس الشار يعني صاير القتول بين القبائل، يعني اكو حروب تصير احيانا على اراضي على حدود. هسه بهذا الوقت اصبحت المهاويل اتخذوا طريق حقيقه احنا مستنقدينه، يعني ما خلوا بعض من عندهم، مو كلهم، اكو ناس شرفاء وملتزمين، لا هواي من عندهم ناس طيبين طيبين، بس اكو ناس بعض من عندهم جزء يعني خلوها بدون ملحة، وكل شيء يصير بدون ملح يصير ماسخ. صح. يعني يلزمون مثل الفواتح، يجي يوقف بالفاتحة يستقبل ويودع أي شخصية هو يهوس عليها، أو يهوس عليها نفس الهوسة. زين أنت هاي الهوسة تركبها على ابن جواد صاحب، ترى أبو حسنين هاي الناس الجاويد حقيقة يعني ما جت احتباطا. صح. ناس طبعا مبدئيا توفيق من الله. هذا البيت جود الله يخلي به نقطة حظ من الله، مو قضية عادية. الثانية وبعد بيت جود ما اجى بلاش، اجى بعوز وتعب. يعني انت ستشوف بيت جود يعني من كل اعمالهم هم قاعدين لا عمل ولا شيء الا بمضيفهم وستر العالم. وسادتنا كذلك، سادتنا اللي تاركين يعني هو قاعد لا عمل ولا شيء الا بستر المجتمع واطفاء الفتنه بين المجتمع وبين العشائر. هسه حقيقه احنا استنقذنا هوايه، حتى انا ذاك اليوم كنت بمحضر اجي شخص راد يهوس، قلت له عمي لا تهوس انت، ما يصير يعني تطبق الهوسه على فلان وعلى فلان وتطبقها علي، انا ما ارد هاي الهوسه. بس يشيل الاسم. الثاني وبعد انا اتطرق الى موضوع مهم، اتطرق الى شيوخنا الاصليين، جزء من عندهم هم يعذروني اذا استنقذت، يعني جزء من عندهم يعني اصبحوا انه يجي هذا فلان عنده خمس عانات يسوي له تخويل انت شيخ. هذا مو صحيح. الثوايا ثوايا والشيوخ شيوخ، يعني ما تقدر تتغير من عندها. صح. يعني هذا الموضوع كان بتحاكي تقول له عم انت شنو تاريخك؟ انت قال والله انا مخول عن شخص فلان وفلان مخولني عن محافظه كذا، هذا الشيء غلط. لازم يكون اكو رؤوس قوم، هم ذول الناس فلان فلان ابن فلان معروفين، حتى انا من اروح الديوانيه اتعامل وياهم، اتعامل وياهم من غير اقصد فلان حتى هو يطلع حاجتي وجاهه مريوده. هو معنى الوجه انه استدلال، يعني ثايه. نسبه من شيوخنا حقيقه، وانا دائما اتطرق لهذا الموضوع، يعني مع احترامات للناس المحافظه انجرفوا على طريق احنا نسولفها بالصراحه طريق الرشوه. وهاي الرشوه افسدت مجتمع، وحقيقه افسدت العشارب، جزء من عندها افسدت العشارب. ليش؟ تصير فتن، تصير مشكله، من تصير مشكله الافلام اذا الطرف يجي غلطان
تقول له المفروض انت غلطان، هذا غلطك. صح. ما يصير تساند وياه كشيخ اصلي. انا احكي عن جزء من عندهم يساندون ويا الغلط، وهذا الشيء مو صحيح، هذا الشيء ينفي البخت. صح. لازم الانسان يكون، وانا اتذكر احد الشيوخ خال زياد، الحظ والبخت، اتذكر احد الشيوخ خال زياد عجمال محمد، فواحد ساله منال زياد قال له شيخنا بحظك وبختك؟ قام ضربه راجدي، قال له شلون تقول لي بحظك وبختك؟ حظه وبختي ما يوجع الشيره، ما اسمح لك تقول لي بهذا الكلام. فالحظ والبخت حظ وبخت، ما يصير يساوون به. احنا ندعي، وانا ليش تمنيت انه يعني اوضحها امام القناه، حتى ويجوز هسه اكو ناس تستنقدني بهذا الكلام، يقول لك هذا شلون امام الاعلام يشرح هذا الموضوع، بس انا حبيت انه اوجه نصيحه لاكو ناس رموز، يعني هذا الشيء من المعيب. الله يحفظك ان شاء الله ويديمك. طبعا لك ايضا مساله ثانيه، كم بعض المسائل احنا نطرحها بهذا البرنامج. مساله بان احنا قاعد نعتدي على الناس اللي يخدمونا. مثلا انا مرور واقف بالشارع وانا مخالف، من المرور وقفني وراد ما يخليني يبطيني وصل، او انا اقوم انزل اتعارك وياه، من اتعارك وياه العشيره تصير وياه، ما تصير ويا المرور، بينما هو جاي يطبق القانون. الدكتور اكو خطا، مو خطا، وانما هو من طب هذا المريض مات من المستشفى، هو متعمد الدكتور يموته؟ ما متعمد. تجي العشيره تدق المستشفى، معلم راس ابنه يجي يدق المدرسه، هاي الشغلات شنو موقفكم من عتها سيدنا؟ ابو حسن، يعني حقيقه احنا قبل فتره يعني ليس ببعيده اقمنا مؤتمر في هذا المجال، وكان عدد من المشايخ والسادات، واعتقد المؤتمر اقيم في مضيف الشيخ زاهد، وكان توقيع ميثاق شرف بهذا المجال، بانه هذول هم ابنائنا، سواء كان شرط المرور، سواء دكتور او مضمد، الانسان مو معرض يعني. صح. يعني مو جاي يتعمد، هو اللي درس الطبيه تعرف انت ايش قد معدلها اليوم. احنا عندنا يعني حقيقه اكو تنافس بمنطقتنا على الطبيه، ونعرف يعني شلون توصل الانسان 99 وكذا بالعشره يلا يصير يعني طبيب. هذا اللي مطلع 99، وهذا الجهد من الاسره ومن العائله، وهذا يعني التعب والجهد اللي صار، هو هذا هو مو مجرم، هو حتى يقتل رجال انساني. كشيوخ هذا القضيه مرفوضه عندنا، وحقيقه احنا عندنا بالفرات الاوسط يعني قل ما ندم تحدث هاي القضيه. يعني الفرات الاوسط يعني كثير من الامور في يعني اللي جاي تصير في بعض المناطق، احنا ما نريد نذكر اسماء المناطق، ما موجوده عندنا هاي حقيقه نوادر يعني. لا انا قاعد احنا نشوف الشرطي يؤدي واجبه، واحنا وياه هواي صاير بكل مناطق. احنا داعمين للقانون، داعمين للدكتور، وداعمين لشرط المرور، وللمعلم ولكل شغلات اللي تمثل الدوله، احنا معاهم حتى بالامانه، سواء كان مدرسه او بس مدير رفع تجاوز، العالم قاعد تتعارك وياه، عم التجاوز انت متجاوز بعد شيل غراضك. بس احنا حقيقه اللي اثقل على رجال المرور وعلى هذا القضايا، انه احنا القانون اعتقد عندنا يحتاج الى شويه يعني بعد حدة. اكثر من ذلك لا، مو الحده منين تجي؟ يعني القانون هو ما يقف الى جانبه. لا القانون احنا شلون يصير قوي؟ القانون اذا ما احنا نسانده، مو هذا الجاي معتدي على شرطه المرور، مستند على عشيره، يقول لك انا والله العشيره سبب راح ابلغ عمامه خليه يهدون عليه. لو احنا هذا نكعه ونقول لا ولك، مع احتراماتي لك سيدنا، اقول لا ولك انت شلون تدعي على شرطه المرور؟ شلون تدعي على المعلم؟ شلون تدعي على الطبيب؟ انا ما اقبل لك. اجيبه اسلمه اقول هذا خليه ياخذ مجراه، القضاء خليه ياخذ مجراه، اذيبه بالسجن. احنا عندنا قانون هو الفيصل. لازم القانون. القانون هو الفيصل. المرجعيه اكدت على احترام القانون، واحنا مو بس تحت امر المرجعيه، لا هو القانون يجب ان يكون من الضمير، الانسان ضميره يحكمه. خطاب المرجعيه ترى واضح. واضح يقول يا بالقانون القانون القانون، من يصير قانون؟ تصير الانسان الحياه تمشي حلوه وتحس انت نفسك تمشي بقانون واضح، لكن من تصير مثل الغابه بعد القانون ينتهي، كل من ياخذ حقه بيده. نعم شيخنا العزيز، نفس السؤال، هاي المشاكل اللي قاعد تحدث، حتى احنا نستقبل ابو ثامر بقواقف يعني تحدث وايد مشاكل، مثل هاي الاعتداء على الكوادر الطبيه، على التعليميه، على القضائيه، على الناس اللي تخدم اهل الامانه، وشوف العشره توقف ويا المعتدي. ابو حسنين، احنا حقيقه يعني بالنسبه للكوادر الطبيه ما نعتبرها كوادر يعني جايه من اجل راتب او شيء، يعني الكادر الطبي عمل انساني.
انت تشوف السلسه الحوادث اللي انت تستعجل بالمستشفى، الطب للمستشفى، تشوف الاطباء يهتمون بك كاخوهم صحيح كابنهم، يعني هذا مو بالمقابل تعابي انه اذا صار حدث او توفى او قدره الله بعد، يعني اذا صار حدث انه تهجم على المستشفى ويصير تجاوز، ويمكن هاي الحالات ما موجوده عندنا ولا صارت، يعني تصير كل قاعده ولها شواذ، تصير نوادر، بس احنا مو هاي القاعده رافضينها رفض قاطع، عشائرنا كلها يعني عشائر، يعني من نتكلم عن عشائر الفرات هذا ما موجوده. اذا اجاكم يعني واحد سوى للسيده يعني واحد من ال ياسر او واحد من ال زياد مسوى هاي الشغله توقف ويا له وي والله هاني اتذكر بال 2000 ويمكن احنا من صار ال 2003 تعرف الوضع اللي صار بالعراق وما بعده، يعني الاجهزه الامنيه كانت ضعيفه انفلات امني فمدينه غماس الشيوخ غماس قعدوا سووا قرار كل اعتداء على موظف او شرطي او 25 مليون يدفع بارك الله فيك. ثاني وبعد ثاني وبعد انا اذكر يوم من الايام والدي الله يرحمه وكان سيد حسن ابو قطاوه الله يرحمه، طلعنا جينا فاتحه، فمن طلعنا قال له ابو زاهد انا اريدك بمشيه، قال له شنو؟ قال له الشرطي يمشي على مواطن، والمواطن يعني من اهل ولايه غماس، ولايه غماس انتم كلكم تعرفون ولايه ال زياد، فالسيد يعرفه، فقال له شنو المشيه؟ قال له مو هو هذا يعني متهم ومصعده بالبدي وشي لازم نمشي عليه، فقال انا ما امشي من المشيه، ودع الولد من اهل الولايه، قال له ما لك كل مشيه، الشرطي طبق القانون حقه يطبق القانون، ليش تخلي الشرطي يلبس اسمه يغطي وجهه على مود ما تعرفه؟ يعني ما كان اكو موقف يعني مدينتنا ولا سمعنا انهم اكو تجاوز على اذا احنا الكل شيوخنا العشائر احنا مع الهيئات التعليميه والقانون القضائيه والشرط المرور والشرط اللي ينفذ القانون وكل واحد ينفذ القانون احنا معاه، ليس مع الخربطه ومع الانفلات ابدا. هلا يا ابو ثامر العفو اكثر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ها اخوي شو هم رديت عليه؟ والله اخوي شوف المضيف هو ادمن. ايه المضيف حل مشاكل الناس. هاي وحده، وحده الثانيه اللي جاي والرايح واللي عنده شغل. صحيح والله. احنا كل ساعه نجيك مو لبالك بس. احنا موضوع. ايه. والموضوع مهم. ايه. ان يتولى امر العائله رب اسره. ايه. ماخوذ من؟ من اسم الجلاله ترى. صح. رب الكون العظيم وهذا رب اسره. يعني كلكم راعي وكل مسؤول عن رعيته. أحسن. هو رب الأرباب. أحسن. على رب الأرباب. جزاك الله خير. هناك أكو أرباب أخرى. جزاك الله ألف خير. المهم أو يتولى أمر عشيرة. أو يتولى أمر مجموعة. أو يصير ولي أمر المسلمين. رئيس صح. دولة، رئيس وزراء، مسؤول، آمر لواء، قائد فرقة. هاي التسميات. صحيح. إحنا كمجتمع عشائري، كمسلمين. يجب بالنا موضوع. اكو عندنا مقوله، والمقوله عن رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام وعن رب العرش العظيم في محكم كتابه. علامات المنافق ثلاث: ان حدث كذب، وان اوعد اخلف، وان ائتمن خان. صح. ذن ثلاثه ما متواردات عند هذا الانسان، شلون يقود مجموعه؟ شلون؟ هذاك واحد سالفه بسالفه. الدارمي والجنوب والفرات واحد، ما عندنا هاي التسميات. الدارمي يحكي قصه كامله بايضا معنى، وانت شاعر للزمن، انت شاعر، اختصار للزمن والوقت، انت شاعر. انت شاعر. هذا يحكي واحد يقول امنت يم جوعان خبزه وخلالات ما اكل من هندوم صدج لمن مات. الله 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 الله. جاهز اخو انه كنا احنا من الشمال للجنوب. الله اخوي اترك هذا الموضوع لك. انا الله يحفظك. ممنون. الله يحفظك. ابو ثامر يقول يعني الان الامانات عند تعطى لصاحب الامانه. يعني الامانه مو فقط انا اذا امن يم سيد وارد او الشيخ زاهد امن الامانه، لا مره امانه انا امنه مصير بلد، مره امنه مصير عشيره، مره امنه انا رجل اكون واعي وكبير، العالم تامن عندي مصالح بين انا اقضي حوائجها. ولذلك الان نشوف اكو ناس مؤمنينهم لكن مو مؤتمنين على هذا الوضع. احنا نسولف بهذا الموضوع بعد ان ناخذ فاصل الشري السيد المخرج ونرجع نفس الموضوع. اعزائي المشاهدين فاصل قصير راجع لكم ان شاء الله.
رجعنا لكم أعزائي المشاهدين وحلقتنا الخيمة مع وجهائنا شيوخ العشائر من الشمال إلى الجنوب. أبو ثامر قبل الفاصل سولف سالفة والسالفة معروفة طبعا للكل، احنا بهاي السالفة ننقلها نروح للسيد وارد سيدنا القال أبو ثامر بأن إذا وعد أخلف وإذا هذا حديث نعم هذا حديث الرسول صلى الله عليه وآله. الآن احنا قاعد نسلم أمورنا بيد ناس اللي ما سواء كانت بالدولة أو بعض الأمور اللي قاعد نشاهدها. أبو حسنين القراني يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. والرسول صلى الله عليه وآله يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حقيقة احنا كسادة وكشيوخ احنا داعمين للدولة. اكو قضايا جاية تحدث اليوم، الدولة اسبابها وسببها هي. احنا نوجه خطابنا للمجلس الوزراء والحكومة الجديدة اللي ان شاء الله على الايام المقبلة ان يكون دولة يعني قرارها حازم، والا شنو الدولة يومية تهدد من مكان. العراقيين هم داعمين لدولتهم، هذا بلدهم. صحيح. العراق احنا عطينا عليه دماء ابو حسنين. انا اتخطر ان واحد من المراجع يقول العراق محتاج الى جميع ابنائه. صح. والدليل على ذلك انهم جانا الاعصار داعش وقفوا بالحد كلهم، الشيخ المعمم وشيخ العشيره والطالب وابن العشيره وحتى ابنائنا اللي بعض الاحيان الناس تطلق عليهم قضايا غير يعني موفقه، احنا ابنائنا بالمستوى اللائق. صح. اما انت تجي تقول لي على مستوى التقصير، انا اقول لك وحده من التقصير ان الدوله تتحمل هذا القضايا وشيوخ العشيره. ماكو يعني اليوم دوله تهدد من ابنائها. يعني احنا وين نروح؟ هذا هاي الدوله اذا بقت هاي الفوضى وهذا النظام اللي موجود احنا اللي جاي نعمل به، انا اعتقد ان الدوله يعني عمرها قصير. صح. ممكن ان تهدم هاي في ساعه من الساعات وننتقل الى ما يصير. احنا شريعه الغاب، احنا اليوم عندنا قانون. القانون لازم يحاسب به من اعلى انسان بالسلطه الى ابسط رجل، واحنا ما عندنا. انا ما اصنف العراقيين على انه هذا رئيس وهذا عامل. الكل هم مسؤولين. صح. كل من اداه وكل من واجبه. وبعدين احنا ليش نروح بعيد؟ احنا عندنا مرجعياتنا هاي على امتار من يمنا، الحكمه موجوده والعقلانيه موجوده، واحنا حقيقه الناس موالين للمرجعيه موالين للقانون. بس انا لما اشوف رجل القانون، انا سيد وارد اللي ابعد عن مركز بغداد ما يقارب 250 كيلو، اشوف شبهات على بعض المسؤولين. شلون يقدر يردعني اذا انا خرجت عن القانون؟ صحيح. لانه يخاف من عدي، يخاف من زيد من الناس، خاف انه اظهر عليه فرد كلام معين وبالتالي هذا يعتبر فرد شبهات عليه. احنا ندعو من خلالكم، ندعو الى انه نسال الله سبحانه وتعالى ان تشكل حكومتنا في قادم الايام في اسرع وقت، او ان هذه الحكومه تاخذ في نظر الاعتبار الفشل اللي الحكومات اللي سابقه. احنا عندنا دول مجاوره اليوم. دول مجاورة ما عندها الثراء الموجود الآن بالعراق. صحيح. من كل الجوانب حتى على مستوى الرجال، مع جل احتراماتنا العراق الدول. العراق الأول، العراق ولاد العراق، ما موارد البشرية، موارد الطبيعية، موارد كل شيء. بكل يعني شي أنا خطر أنه أحد الصالحين سأل قال إذا جف الأرزاق في الدولة الفلانية، قال أروح للدولة الفلانية، إلى أن وصلت القضية قال اذهبوا إلى العراق فإنه فيه رزقا لا ينضب، فإنه بلد الرجال والمال، رجال ومال وأنهر وكل شيء. نعم. يا أخي إذا أكو فرد شيء جاي ينقص من عزيمتنا وجاي يعني مثل ما يقولون يهد حيلنا، هو ترى المصادر واضحة، أو إحنا جسدت هاي المواضع من خلال لسان السيد الثاني. وإلا ليش السيد الثاني ما يستقبل اليوم ما يستقبل أي سياسي؟ يستقبل أطفال العراق اللي ناجدونه، حتى ذول الناس البسطاء يستقبل بسطاء، ما يستقبل ليش سياسي؟ ما يستقبل؟ ياخذ ذول هم أبنائنا في يوم من الأيام، هو وقف إلى جانبهم حتى ولو بطريقة الهمس. صح. يعني او بطريقه مثل ما يقولون التلميح. يعني احنا ندري انه التلميح اقوى من التصريح. لكن بعد يوم العراق، انا اقول لك سقط النظام بال 2003، العراقيين سنه كامله ما عندهم لا حكومه ولا عسكره ولا جيش، داروا انفسهم بانفسهم السيد ومن الاجواد، وحلينا مشاكل والله ما تحل. هسه احنا ما نريد نتبجح ونتحدث نقول دوله، لكن احنا اليوم مباشر مع الدوله. احسنت. اليوم مباشر مع رجل المرور ومع الشرطي ومع كل شيء يمثل الدولة احنا معه، ولكن دولتنا لازم ترعى مشاعرنا، لانه احنا قاعد نقدم ابناء، نقدم كوادر، نقدم كل شيء وما جاي نشوف. يعني اشتد العراقيين يعني على مستوى البطاقة التموينية قاموا يطوهنا كل شهرين. هذا طبعا انا راح اطلع من الموضوع، هذا من ضمن الائتمن الخان. اها، هذا من ضمن انا من خلال واذا وعد اخلف، مش قد وعدونا
احنا كان حديثنا انه احنا اليوم نريد مشايخنا وشيوخنا ان يكونون هم يعني الراعي الاول لحماية الدولة والدستور، وان يكونون هم المثل الاعلى لتطبيق القوانين، وانه احنا مو يجينا قرابتنا ترى انصر اخاك ظالما ومظلوما، ترى هاي مو انا راسا امسك السلاح، واي وراها عواقب. صحيح. عواقب شرعية واخلاقية. احسنت. يعني انا لما اروح اجهد ورا ابن عمي بدون لا انا ترى النصرة انه نصرة بالحقيقة ونصرة بهذا، هذا شنو مثل الامراض. يعني انا عندي مثلا قضية معينة اروح للدكتور يعطيني علاج يشابه هو مرضي، مو اني راسي يوجعني يقول لي الدكتور لا تشرب بيبسي او شيء ذراك، ما لي علاقة هاي. ابو حسنين وانا موجه كلام واضح والاخوة شيوخنا هم طبعا الرعاة الاول، السيد الثاني يقول الدفاع الاول، احنا عندنا شيوخ. نعم. عندنا عشائر. نعم. والسيد يعني اتخطر حديث السيد شهيد المحراب سيد احمد باقر الحكيم يقول العراق بني على 3 ركائز. نعم. المواكب الحسينيه والمرجعيه الدينيه والعشائر العراقيه. العشائر العراقيه. اذا المواكب صمام امان يعني اهل المواكب خدام الحسين والعشائر والمرجعية الدينية، إن شاء الله العراق يكون دائما بخير. والله الحكومة إن شاء الله قاطعك بخير، الحكومة إن شاء الله موجودة وإن شاء الله تعي هذا الموضوع، وأنا أعتقد أنه هاي الحكومة إن شاء الله ورسوله تكون حكومة خير على بلادنا إن شاء الله. آمين. نفس السؤال الشيخنا العزيز بأن أبو حسنين أبو ثامر البيت الدارمي يقول هذا الزلمة يعني الطوت تمرات وهذا هو جوعان، مدش قد رجع كم سنة ورجع لأبو ثامر لما مات وما أكل ذني وهن تمرات. فاحنا نلقى اكو بعد هيش ناس عندنا ان شاء الله، هاي الناس موجودة بس مختفية. ما تظهر للاعلام لان انت تشوف هسه انا اقول لك اغلب شهدائنا اللي استشهدوا بمعارك داعش لمن يستشهدون يلا تعرف وزنهم. صح صح صح. يطلعون اعلاميا. نعم. لان هم مخفيين. فان شاء الله اكو ناس شرفاء موجودين. وانا تعقيبا على كلام السيد، يعني في فتره ممنون كان اكو مؤتمر وحاضر به مسؤول الشرق الاوسط، كان الوالد الله يرحمه حاضره. فكانت اكو كلمه للوالد فمجد بالعراق واخفى كل الجميع وخلى بس العراق بالكلام. فمسؤول الشرق الاوسط سال المترجم اللي يمه قال له شان المؤتمر بالكويت، فايش قال له اسال الشيخ شنو ميزه العراق عن الدول عن شو اسمه شو اطى اكثر من وضعه. فسال الوالد الله يرحمه قال له شنو انت شو ميزه العراق عن البلدان، قال له ميزه العراق اعطيك بالشيء البسيط، ميزه العراق الارمله العراقيه، الارمله معروفه يعني اللي زوجها متوفي، قال له الأرملة العراقية إذا صارت تبني بيت أول ما تبني المضيف والمضيف يعني الكرامة، فالشعب العراقي شعب كريم، شعب معطات وشعب أهل البيت، وإن شاء الله كل الخير نتأمله وإن شاء الله موجودين الشرفاء وموجودين اللي يحفظون التمرات. الله يحفظك إن شاء الله. إيه أبو ثامر يا الله حتى الوقت الباقي لنا نسولف بال يا الله. سلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله. مو قلت لك ما عوفك اليوم. ايوه ما كل ساعة جايني. اجي انا عبا رحت لك تدري. اجي كان سوا ادري هذا العراق مضايف. لحكاية الشيخ كلها مشارع بيبان. صح والله. بلد كرم واخلاق الكبير حظه وبخت. حظه وبخت صح. كبير العمر الابو بالعائلة حظه وبخت. الابن يستدل بيه والعيال تستدل بيه. كبير القوم. كبير العشيرة كبير الدولة يحمل لازم حظ وبخت. صح. مرات يجي مستوى الإدراك عالي لأنه العقول مو شرط بالعمر. صح. تلجي كبير عمر مع احترام للجميع وقليل عقل. صح. وصغير عمر وكبير عقل. هسه أفرد يومك وزنمة عنده قبل وادمنا بيه الشعر هالخيمة. صح. عنده ولادة يعزبون بالحلال طلعون غنم عتم يرحون مسافة يوم يومين ويروحون. اجوا مروحين وياهم بعير جمل. الابو تنوع من بعيد شاف اولاده هذا ما عدنا منين جابوه. وصلوا يمها ابوي الله يجويكم الله يساعدكم عسى انكم ما تعبتوا. شو اشوف وياكم اليوم هذا البعير الجمل
قال له والله ابوي لقيناه تايه هذا بالصحراء. قال انا ابوكم ردوه، هذا راح ياكل اكبر خرفانكم. قال ابوي بعيره شلون ياكل خروفنا؟ قال قال مثل ما قلكم. ضحكوا عليه شوي، ثاني يوم ثالث يوم اجوا خياله، السلام عليكم والسلام، بيت فلان؟ قال نعم بيت فلان، تفضلوا يا اهلا وسهلا. طبتهم قبل الصلاه، صلاه المغرب، يا عم احنا مضيعيننا بعير. قال عم وصلتوا عندي ليكم خير وتدللوا، هذا بعيركم؟ قال لا احنا الصبح نطرش نبات يمك والصبح طالعين. خوش. قال لما نقوم مذبح اكبر الخرفان بوي، ذبح عشاهم طاهم بعيرهم الصبح وراحوا. وجمع اولاده قال بوي خروفكم الكبير وين؟ نب الصغير قال ابوي اكل البعير. احنا الشاهد كبير كبير عين على الرعيه، والشباب لازم تاخذ رايه. الف رحمه لا روح ابوك، هو هذا قصده. الله يحفظك كل الهلا بيك. بعد واضحه بان احنا شبابنا الان وهذا المجتمع الان، والامام السيستاني بعد معركه داعش بعد انتهاها قال اتهيئوا الى المعركه الكبرى، وهي المعركه الفكريه والمعركه اللي قاعد يدسون من خلالها السم لابنائنا، مثل مخدرات، مثل بعض الامور، الشغلات الاباحيه، السوشيال ميديا، الانترنت. وصايانا الى الشباب الان، الشباب كون احنا نلزمهم ونحاكيهم حتى يقعدون يرجعون للمضيف، يرجعون للكبار، يرجعون للانسان اللي يوجههم، من شيخ عشيره، ابوهم، معلم، مدرس، غيره. شنو وصاياكم للشباب سيدنا ابو حسنين؟ اتخطر انه قبل كانت قصه يرونها بالمضايف. اي نعم. يقولون احد الابناء اتغرب لانه عنده كان هدف. انسان كل انسان هسه في اي عمل اذا ما يخلي قدامه هدف معين وما راح يصير عنده نتائج. صحيح. يعني مثل ما يقولون عمل طاش، لا هو لازم يجمع فكره على قضيه معينه. هذا رجال من راح يشتغل في احد البلدان وجمع مبلغ من المال وتوجه للعراق، كان السفر يعني على الدابه. صح. وهي هسه هاي دابه انت تدري هي نقله الاسلام ونقله يعني اهلنا الى ان سيارة الى اليوم. نعم. سياره ولا طياره ولا نعم واضح العلم الحديث. فيقال انه جاب مبلغ يعني خلينا نسميه 10,000 دينار او 10 ملايين بسوقنا. نعم. اليوم اعطى نصف المبلغ على الـ على, الـ على النصيحه. من طلع تلقى شخص قال عندي كلام ابيعه تشتري؟ قال له اشتري. قال له انصحك بالقضيه الفلانيه، انت رايح في طريق وانصحك بالقضيه الفلانيه. اخذ نصف انا ما ارد اغالي، هو قاله واخذ مبلغه كله، بس انا اعتقد انه هذا الرجل بقى كذا سنه ما اعتقد، فهو اشترى الكلام. لما اجى بالطريق واجه انه القضيه اللي نصح بها هي عين الصواب وتستاهل هذا الاموال اللي تدفع. نعم تستاهل هذا الجهد. اليوم احنا نوصي ابنائنا بانه يكون على ثقافه الاسلام، ترى هي من الاولى، هي يعني تعتبر ديمقراطيه الاسلاميه موجوده. صح. كل شيء احنا اليوم نعمل به هو الاسلام مؤسس له اساس. نعم. وكل شيء موجود انت ارجع للسنه، هسه احنا عندنا دستور، القوانين عندنا ثلاثه، القانون الالهي العفو. نعم. والشريعه السنه النبويه والقانون الوضعي اللي. نعم. موجود هنا اليوم. هاي القوانين كلها اكو احد العلماء يقول اجاني واحد يدرس فخم المكتبة كان تكون مكتبة مثل من كاتبنا العامرة، فقال شنو محتوى هاي الكتب؟ يعني محتواها شنو؟ قال هاي الكتب ومحتواها كلها تقول يا زيد من الناس صير خوش آدمي. الله. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى من أعطى الرسالة للرسول قال وإنك لعلى خلق عظيم، أنت خوش آدمي وطيناك رسالة. صح. الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله يقول وما بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق. نعم. عمي شهادات، شيوخ، مليارديرية، دكاترة مميزين، إذا ما عنده أخلاق أنا حسن. أعتقد هذا الجهد كله أول بداية يكون الأخلاق، وبعدين حتى نقدر إحنا من أخلاقنا نوصل أبنائنا المفروض يتأدبون بأخلاق محمد وآل محمد. أحسنت. هاي وصياتكم إلى طبعا. نعم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله قال للإمام علي يا علي أنا وأنت أبواه. نعم. هذه الأمة أنا أعتذر من عندك. الله يبارك لك. نعم نفس السؤال الشيخنا حتى لا يأخذنا الله الوقت. الوصية إلى أبنائنا، أبناء العشيرة، الناس، الأصدقاء، الأخوان، ولد العم. طبعا وضع حرج حقيقة اليوم بالشعب العراقي، هي التوصيات موجودة وأكو التزام بالعشار. يعني أنت شوف هسه أنا أقول لك من يعني مو بخاص يعني أنه نقول أنه الأقضية والأرياف، يعني الأرياف وخصوصها
يعني قليل بها هذه شغلة المخدرات. يعني يكون أفضل شيء يعني ستلقى أفضل شيء عند الأرياف، لأنهم باعتبار بتبدين يعني ابتعاد تام عن المدينة. أي ابتعاد. إحنا شو نقول يعني لازم نحمل مسؤولية الدولة أبو حسنين. يعني إحنا هسه هاي تجارة المخدرات، يعني العراق صدر مخدرات، إحنا جاي تجينا من خارج البلد يستورد. فلازم يتحمل مسؤوليته الدولة. اليوم الدولة او مو يستورد تدخل له لا لا يعني ما يستورد لا عفوا سرقة هاي سرقة يعني تدخل له عنوة حرامية لا لا تدخل من غير باب تدخل من غير باب يعني اقول استورد لا مو استورد بس مو استيراد بس عفو. احنا نقول هسه مثلا محافظة النجف بيها مداخل وبيها امن صح وبيها عناصر استخبارات وبيها محافظ وبيها اجهزة امنية كذلك الديوانية كذلك المحافظات كلها الموجودة هاي لازم اكو متابعة اليوم تجارة المخدرات خصوصا بذن الايام يعني هاي الاشهر الموجوده يعني تجاره تقول ماكو امن صحيح حقيقه لولا اليوم قاعد تسجل السيطرات مال الديوانيه والنجف وعموم العراق سجل عدد كبير بتجار المخدرات شنو الاسباب لازم اكو يعني تتحمل مسؤوليتها الدوله احنا لو كانت الدوله يقعدون اخوتنا النواب ويصافون ويطلعون بتشكيل حكومه حتى احنا نطمئن نقول اكو الناس انتخبناهم ووصلوا الى مرحله ممثلين عن الشعب مو الدوله شيخنا مثلا انا اقول لك الدوله تقول لك انا الزم هذا ابو شسمه العشيره لا تراجعني يعني انا اخاف من العشيره اخاف تسوي لي مشكله وعشيرتي ابدا احنا اليوم احنا قاعد نشوف ابو حسنين ماكو عشيره اجت راجعت عن ابن جاي تاجر مخدرات من المستحيل ولا تقاوم ذاك الزلمه الضابط الكظه ابدا ابو حسنين لا يلزمون هذا خلي يلزمون الحدود اولا يعني احنا خلينا نبني يعني نسويهن وبعدين الحدود هم يعني باقات عليهم صح كلام حلو هذا ابو حسنين نعم انت لا تلزم فرد الزم الحدود هذا اسمه ناقل الزم الحد والزم منه التاجر ومنه من وراه وانا اكون بالصراحه يعني ومن خلال قناتكم احكيها يعني يعني ماكو تاجر مخدرات يامن مخدرات للعراق اذا مو مسنود من جهه صح ولو من جهة لازم إلها باع حقيقة ما أخفي إلها باع طويل بالدولة مهما تكون هي تهم مقبولة من كلامك أحسنت أحسنتم إحنا نهاية البرنامج خلص بسرعة يعني حتى ما عسينا به وهذا الزلمة الفتلاوي كسا يأشر لي يعني بعد هو يم كمال فتلة كنت تشتكون عليه يم الشيخ العام لا بالعكس هذا رجال هذا فراز الفتلاوي والله أنا شوي مرتاح لم يعني مو بس هاي لا هاي دليل المحبة هذا أبو حسنين أحب أبو فاطمة الطيب شكرا لك سيدنا سيد وارد الله يحفظك برنامجنا الخيمة ممنونين منك وألف شكر وإحنا أسعدنا اليوم ان شاء الله من ألق الى ألق قناة الفرات ان شاء الله شخصياتها وبرنامجها معتدل وحقيقه احنا معجبين بشخصيتك وانت انسان يعني تمثل الجنوب والوسط والغربيه حياك الله ابو حسنين وممنون منك والف شكر ان شاء الله الله يبارك فيك شكرا لك شيخنا شيخ زاهد شكرا ابو حسنين انت متفضل بدعوتك مشكور الله يحفظكم الله يحفظك انتم متفضلين الله يسلمك الله يحفظك ونشكر الكادر ونشكر اخواننا الفتله لانهم متفضلين والنعم منك الله يحفظك لا بعد يحيى واحمد الله يحفظهم كل الحضور وحسين مشكورين حسام ممنونين موفقين ان شاء الله مكتب النجف مشكورين زاحمناكم انا ايضا لا يسع ان اتقدم بالشكر الجزيل لشيوخنا الاعزاء والى كل من تابعنا بهذه الحلقه حلقاتنا لا تنتهي ان شاء الله نتواصل معكم مع حلقات قادمه على الحب والامان والسلام وخدمه اهل البيت اولا واخرا حتى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله